طبعا انا عارفه ان حضرتك اللي اخترتني، صح؟ اه صح؟ دي حقيقة. ده يعني صرف. اه دي حقيقة. كنت متوقع نجاح البرنامج بالامانه، ومش عايزين بقى كلام عشان احنا على بصي، ما الشاشه. يعني انا في حياتي الشخصيه حتى على الفيسبوك ان جنرال من اعدادي كاتب ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فكان عندي ثقه في حضرتك ان حضرتك حد مجتهد. الحمد لله وش حضرتك بشوش جدا. يمكن انا كانت مشكلتي الوحيده وانا بخطأ، يعني وانا بحاول اوصل لرقم حضرتك، انا مش شفتكيش. يعني انا على فكره لما اخترتك اخترتك فويس بس، صوت برضه. صوت بس. يعني شفت الصوت انا ارتحت نفسيا. يعني انا بحب الموضوع ده، ان انا لما اسمع حد احس ان انا مرتاح، احس ان انا عايز اكمل. لان في فويسز ساعات بتبقى يعني عارفه اللي هو بتنرفز. بتنرفز، بتجيب لك توتر عصبي. فلا، حسيت في تون صوت هادي رزين. معلومه صح، وصفات متطبقه صح. يعني هي في فكره برضو او في حاجه بالنسبه للجمهور مع مهنه الشيف تحديدا، او المذيع اللي هو بيقدم محتوى طبخ. ده البرنامج الوحيد متهيألي اللي على شاشه التلفزيون بيخسر المشاهد فلوس. يعني انا لو اتفرجت على حضرتك وطبقت ورا حضرتك وصفه مثلا مكلفاني 100 جنيه 50 جنيه 90 جنيه 150 جنيه، لو حضرتك عاملاها غلط وانا طبقتها وباظت مني، انا هيبقى في عداوه شخصيه ما بيني وما بينك. بالظبط. يعني هي الفكره بتخرج بره، يعني عداوه شخصيه. ولو واحده بتطبخ لجوزها طول عمري بقول هتحصل ما بينهم مشاكل. نظريته بتروح لبعيد. وانت بتختار حد انت، يعني بالذات مهنه الشيف، لازم تختار حد مهني، لازم تختار حد كاريزماتيك، لازم تختار حد مريح. يعني مريح نفسيا. يعني ابقى انا قاعد حاسس وحاسه قريب مني. يعني حاسس ان هو من عيلتي، من اهلي. عشان اقدر ان انا يبقى في كوميونيكيت، ابقى بتواصل معاه، ابقى بكلمه في التليفون، ابقى حابب ان انا اشوفه كل يوم. فلا، وانا بختار حضرتك كنت شايف ان ده موجود، لكن التوفيق في الاول وفي الاخر هو بتاع ربنا. بس كنت حاسس ان ربنا هيكرمنا. كنت حاسس ان احنا ماشيين على الوي الصح. يعني انا يمكن التوليفه من بعد ما حضرتك دخلت القناه كنت حاسس ان كده تمام بقى. انا فاكره والله هي التوليفه كده تمام جدا. يعني مش محدش يلعب في حاجه بقى. خلاص كملت بجد. يعني يمكن ناس كتير مش عارفه ولا لا، ان استاذ محمود برضو كان سبب ان الشيف سالي تيجي قناه. استاذ محمد حامد. انا بعد ما رجعت في برنامج دكتور ستايل وساره ونونا. لا وحاليا كل الموجودين ونونا. ده حقيقي. هو عنده رؤيه على فكره قدام. دي حاجه. طب انا والله يمكن احكي حاجه شخصيه ويمكن مش عارفه الناس عارفاها ولا لا. استاذ محمود لما جه اختارني في برنامج دكتور ستايل، انا فاكره الحلقه دي وعمري في حياتي ما هنساها. اول حلقه، ويمكن ده سبب نجاحك، ان انت مش ما عندكش غرور انك مدير القناه. يعني بينزل البلاتو وحضر الحلقه وقال لي انا مراهن ان البرنامج ده هيسمع. وانا فاكره كويس جدا، فاكر لما قلت لي انا شايف فاطمه بحيتها تبقى معانا، فقلت له ايه ده، بس دي يعني معروفه على اليوتيوب وما بتطلعش بوشها. قال لي انا مراهن ان البرنامج ده هيسمع. والله العظيم. حقيقي قال لي انا مراهن البرنامج ده هيسمع. هي شاف شاطره جدا، هتحس فيها بروح الامومه، هتلمس قلوب المصريين بسرعه، واهم حاجه ان الناس هتطبق وصفاتها. اصلي فعلا برنامج الطبخ المهم ان انا اطبق الوصفه تطلع مظبوطه. ايوه. ما انا لو بحبك بس وصفاتك بتطلع غلط، يعني خلاص هتفرج عليكي مره وخلاص. في قنوات بدون ذكر اسماء بتعتمد في اختيارها على الشكل اكتر. يعني اكتر حقيقة. اكتر حتى من المضمون نفسه. يعني اكتر يعني ممكن يختار حد شكله كويس ومش مهم حتى الطبق يكون شكله كويس. يعني لا، احنا في الطبخ بنقدم، يعني الهيرو بتاعنا هو الاكل اللي بيعمله الشيف. المحتوى اللي هو المفروض ان احنا طالعين عشانه. بالظبط. يعني البطل بتاعي هو الوصفه. ولازم اللي بيكون بيقدم الوصفه برده ده شكله كويس، بس مش ده اساس اختياري. يعني انا مش قاعد بختار فلان عشان لا ده رياضي وجسمه حلو، او دي مش عارف بتلبس شيء. لا، مش ده اساس اختياري. انا بسالك سؤال على الهوا. في الاخر كلنا يعني احنا عايزين نبقى شبه الناس. مش عايز انا حد بيتفرج عليا يقول عشان كده وصلنا. لا، دول مش شبهنا. يعني عارفه اللي هو رؤيه الناس. ايه؟ رؤيه الناس لبعض الممثلين اللي هو ايه، لا يا عم دول في حته تانية واحنا لا. احنا هنا. ما هو اللي انت قلته دلوقتي بالظبط هو ده سر النجاح، وهو ده اللي طلع بالقناه. الحمد لله. يعني الحمد لله. قفزه ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد يعني الحمد لله. ويا رب دايما في الزياده وفي الرياده. الحمد لله. اللي قاعدين ورا الكاميرا.